ايه هو الفول والزيت والبان الاطفال والكذا، اولويه مطلقه في والادويه والادويه وكذا الاساسيه يعني. اساسيه وايضا يليها على طول مدخلات الانتاج، وبعد كده التزامات مصر الخارجيه. ومن حسن حظ هذا البلد يمكن زي ما قلنا ميوان انها لم تتخلف يوما عن سداد ما عليها من اقساط وفوائد من الدين الخارجي. أيوة. فاصل اقول ده اوريدي فعلا هي دي اولويات البنك المركزي الحقيقي. انا شايفها كده. هو الخلاف ايه؟ انا جاي لحضرتك احتياطي يكفي ده. الخلاف ايه بقى؟ خلاف في فيئين في مصر. واحد بيقول، وانا عارف ان حضرتك حتى تناولت الموضوع ده، انه كان يجب من اللحظه بعد ما قامت ثوره 11 يناير هجوم الاجانب يخرجوا من مصر، كان يجب على فوق العقده انه ينطق الجنيه جامد، يعني يعمل له خفض جامد عشان كل اجنبي وهو طالع يدفع ثمن اكبر. بمعنى ايه؟ احنا كان عندنا 13 مليار دولار استثمارات مباشره وغير مباشره. ايوه. ولظروف البلد معظمها طلع الحقيقه، لان كان معظمها في حضون خزانه يعني. فهو طالع بيديني مثلا 5 جنيه 47 قرش وياخد دولار عشان يطلعه بره. كان المفروض يخليه بقى بسبع، يديني 7 جنيه. من الخمس سنين 2 جنيه ونص زاد الدولار. لكن ده حصل فعلا. تقريبا احنا زدنا حوالي 42% من اللحظه دي، من 5-47 بالظبط في يناير 2011 الى 8 جنيه. الى 8 جنيه. فانا شايف انه ده، وخلي بال حضرتك برضو ارجوك، يعني لازم نحاكم البنك المركزي دائما بالهدف المعلن واللي محطوط على موقعه وفي قانونه. هو هو بيستهدف استقرار الاسعار في المدى المتوسط. فلازم احاسب هل نجح في الاسعار كده مستقره لحد ما. ما انت كمان بقول لك احنا في وقت ندره. يعني انا بزعل جدا من الناس اللي يقول لك ايه وفين المحافظ اللي مش شايف، احنا مش عارف بيوتنا واقفه مش قادرين نستورد. ما هو بيقول لك لا، انت دلوقتي عندك قدر محدود من الاحتياطي، يا تجيبه بقى تجيب بيه حاجات ترفيهيه، يا تجيب بيه سيارات، يا تجيب بيه زي ما قلنا زيت وقمح وفول وكذا. يعني لابد يبقى في الاخر في اجراءات بعض الناس هيدفع ثمنها. عشان كده انا بقول لابد الاولويات تناقش بمنتهى الشفافيه، ولابد من توزيع عادل للتضحيات. يعني ما اجيش على فئه مستوردين بعين اقول لا دول ولاد لذينه فاحجب عنهم وسيب التانيين دوك همت. لازم اوزع بعداله إيه على بقيه الاطراف الاعباء حتى يستعيد البلد يعني ايه تعافيها ويبقى فيه وفر من الدولارات يعني. طيب هستاذن حضراتكم ونشوف.